هذا اخر جزء من ملزمة الريجستر بقى مثال اخير اللي هو شنو ايش يقول ديزاين شنو كاسكيد اي سي كاونتر ويتش كاونت شنو هذا سوري سوري زين ديزاين لوجيك سيركت دات اد سيريال تو باينري نمبرز ايتش هاز فور بت زين تذكرون احنا بالسيرة قلنا هذا يجي هنا هذا يجي هنا هذا يجي, يجي هنا يعني واحد يشغل الله هذا يشغل هذا هذا يشغل هذا يشغل, هاد يشغل هاد ويرجع هذا يشغل هذا يشغل, هاد يشغل هاد ويرجع بس بالبارلال لا كل الانبوت واحدة هسه مهم هنا يقول لي صمم لي دائرة تجمع لي رقمين سيريال باينري لكل واحد أربعة بت زين اوكي هذا السؤال هذا هو الرقم الأول للأربعة بت واحد اثنين ثلاثة وهذا الرابع هذا هو الرقم الثاني واحد اثنين زين هذا الرقم راح نسميه A هذا B مثل تسمية ماتة لا هذا A نوت A1 A2 A3 B نوت B1 B2 B3 زين دول يروحون الفول ادر هاي بلوك الفول ادر اخذناه بالكورس الاول اللي هي تجمع لي هذا الاوتبوت مالته يروح للاي هذا الاوتبوت مالته يروح وين للبي احنا الفول ادر بي كلاث انبوت واثنين اوتبوت ثلاث انبوت اللي الارقام تنجمع والاوتبوت اللي اثنين اللي واحد سم واحد شنو كاري سميناه أوكي زين وكو السي هسنوش هذا السي هذا شنو فول أدر السام وين يروح يرجع الناتج مات على الأي البي الآوت بوت مات نفس الآوت يرجع على نفس الرقم البي زين الكيري لمن يطلع يروح بداخل فليب فلوب هذا فليب فلوب راح ارسم اتجاه شكل دي وهذا شنو الكيو هذا الكلوك مالته اتجاه هيج عادي ما يهمني الكيو مالته وين يروح يروح للسي هذا الكلوك وين رايح هنا كلوك. زين وهذا الكلوك من رايح لهنانه ورايح وين لهنانه دول يحتاجون كلوك يلا خلونا نبلش نشوف ايش يصير اريد ورقه فارغه انا شنو نجيب من هنا ورقه نقصها نصين خلنا نعرف شو يصير قبل اروح الرسم عمليه الجمع بهاي الطريقه شو تصير انا عندي صح a3 a2 a1 a0 b3 2 1 نوت لما هنا عندي مثلا رقم واحد واحد صفر صفر, صفر, واحد, صفر واحد صفر واحد واحد اذا هسه اريد اجمع <applause> احنا طبعا بالرسم اول شيء راح نجمع ذني الاي نوت والبي نوت يروحون يجمعون وراها يجوا منه الاي 1 والبي 1 وراها يجي منه الاي 2 والبي 2 وراها يجي منه الاي 3 والبي 3 هنا الاي نوت والبي نوت راح 0 زائد 1 1 نذكركم انه واحد زائد صفر يساوي واحد واحد زائد, واحد, وبليت الكاري واحد. اه واحد, زائد, واحد, زائد واحد يساوي صفر وباليد الكيري واحد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد والكيري همينه واحد زين هنا كيري وماكو صفر ف صفر زائد واحد شو يطلع لي؟ اه يعني لو شوية دقيق زين رسمت هيك راح اخذ نفس المثال اللي هو مطينيو. هو ما أخذ ارقام واحد صفر واحد واحد وواحد واحد صفر واحد. إذن الأرقام هن الابتدائية مال هنا ما الموجودة. اجمع هذا الرقم ويا هذا الرقم لازم. زين. هذا في حالة الكلوك الصفر. يعني بعد ما اكون في حالة النبضة الاولى كلوك, وا... كلوك واحد. النبضة الثانية كلوك اثنين. النبضة الثالثة كلوك ثري. النبضة الرابعة كلوك فور. زين. هسه اللي الاي نوت ويا البي نوت واحد زائد واحد طبعا هنا السي قد قيمته زائد سي خلينا نبدل الاماكن نبدل نبدل وين وين المساحه لا تنسون هذا الفول أدار يجمع لي الاي والبي والسي صح وهذا الاوتبوت هو السام هم يراد لي بعد مجال هذا السم او لا هذا السي هذا السم هذا الكيري اوكي زين هسه راح اجمع الاي نوت والبي نوت واحد زائد واحد شي يساوي لي؟ صفر باليد جيت باليد واحد اذا السم ها قبل لازم نجمع السي هم. هنا أنا السي قد قيمته؟ لان انا لازم اجمع اي بي والسي زين خلينا نشوف في السي قيمتها السي مين جاي جاي من هذا الكيو والكيو ما جاي جاي من هذا الدي والدي ما جاي جاي من هذا الكيري اذا هذا الكيري ايش قيمته بالاول شيء اول ما يبدي ماكو صفر لان حاليا انا ما مع اي شيء فاذا باليد ماكو صفر فاذا هذا الكيري قيمته صفر وين راح يروح؟ راح يروح للدي هذا الدي فليب فلوب اذا الكيو هو نفس الدي فاذا الدي صفر الكيو راح تكون صفر ومع طول الكيو صفر اذا السي في حالتها الابتدائيه صفر اذا هنا نسيج صفر فلا حجم هذا وهذا وهذا يطلع لي سم ويطلع لي كاري راح نسوي هيك او نعرف انه الفرق بيناتهم هذول اللي يجمعون وهذول الناتج هسه واحد زائد واحد زاداً صفر واحد زاد واحد صفر باليد واحد زاداً صفر همينه صفر باليد واحد إذن السم, جيت. السم صفر والكاري واحد اوكي هسه خليني الرسم اروح على السام والسي اذا السام صفر والسي صفر شوف السام وين رايح الناتج مالته راجع للأي اذا القيمه مال السام راح تكون بدال الاي 3 وهذا كله راح يتشفت بهالاتجاه اذا هذا الواحد راح ينزل هنا هذا الصفر راح ينزل هنا وهذا الواحد راح ينزل هنا وهنا نشخ يا قيمه الاي 3 منو راح يجي راح يجيها السم اللي هو هذا ايش قيمه السم طلعت لي صفر اخلي هنا صفر هذا خلصنا من الاي اجي على البي البي همين راح يتشفت هذا الاي لح... هذا الواحد راح يجي هنا هذا الواحد راح يجي هنا هذا الصفر راح يجي هنا زين هنا ايش يا رقم بدال البي ثري نروح على الرسم البي ثري هذا مين جايه القيمة القديمة البي نوت تصير مكان بي ثري اذا هاي البي نوت قيمتها القديمة واحد راح هنا همين اتشفت زين نكمل هسه راح نسوي الجمع هسه اكمل جمع واحد زائد صفر ها سوري والسي نسينا السي هنا السي ما طول لي كاري واحد اذا هذا الكيري صار قيمته واحد صح هذا الواحد وين راح يروح راح يروح للدي اذا الدي صار واحد اذا الكيو ايش راح يصير راح يكون مثل الدي اذا الكيو واحد طلع لي اوتبوت واحد اذا واطول الكيو واحد اذا السي راح يصير واحد اذا السي هنا صارت واحد هسه راح اجمع راح اعيد العمليه اربع مرات عمود نفتهمه هسه اجمع واحد زائد صفر زائد واحد واحد زائد صفر واحد زائد واحد راح يطلع صفر وباليد واحد اذا السهم راح يطلع لي صفر وباليد واحد زين اول شيء اروح على السهم السام صفر هذا السهم وين راح يروح راح يروح مكان اي ثري اذا هذا كله راح يتشفت هذا الصفر راح يجي هنا خليني رسمه هنا هذا الواحد راح يجي هنا هذا الصفر راح يجي هنا صح وهنا الاي ثري شنو يجي مكانه اللي حيجي السام ليش لان يعني الناتج هذا مال السام وين راح يروح راح يروح هنا مكان اي 3 اذا السام راح يجي هنا صفر قيمته صفر خليته صفر يجي على البي هذا الواحد راح ينزل هنا هذا الواحد راح ينزل هنا هذا الواحد راح ينزل هنا والبي 3 منو يجيب مكانه هاي البي 3 النات البي نوت القديمه راح تيجي مكان البي 3 البي نوت القديمه اللي هي صفر فاذا صفر راح تيجي هنا زين هسه اروح على لازم نستخرج بعد السي انا ايش جمعت؟ واحد زائد صفر زاد واحد طلع لي صفر وباليد واحد اذا ما طول هنا عندي بالكيري واحد هذا الكيري واحد اذا الدي واحد اذا الكيو واحد اذا السي واحد. واحد فاذا السي همين واحد هسه اكمل الجمع هذين بعد ما لكم بيه. صفر زاد واحد زاد واحد همين راح يطلع لي الناتج صفر وباليد واحد زين السهم هنا هذا اللي حتشفت هنا هذا الصفر راح ينزل هنا هذا الصفر راح ينزل هنا هذا الواحد راح ينزل هنا والاي 3 بينو يجي مكانه راح يجي مكان الصم اللي وجيت صفر زين البي همين اللي حتشفت هذا الصفر راح يجي هنا هذا الواحد راح يجي هنا هذا الواحد راح يجي هنا مكان البي 3 بينو راح يجي راح يجي البي نوت القديمه اللي هاي الواحد اذا الواحد راح يصير هنا زين السي السي راح يكون واحد ليش يعني الكيري واحد همين نرجع ذاك كيري واحد الدي واحد والكيو واحد والسي واحد فاذا نسي راح يكون واحد هسه نجمع واحد زائد واحد زائد واحد مثل ما كتبنا ايش راح يطلع لي واحد زائد واحد زائد واحد راح يطلع لي راح يطلع لي واحد وباليد واحد اذا واحد زائد واحد زائد واحد السم راح يطلع لي واحد والكير هم راح يطلع لي واحد وراها ايش راح يصير؟ هذا آه يتشفت الصفر ينزل هنا الصفر ينزل هنا الصفر ينزل هنا, الصفر ينزل هنا مكان الاي 3 منو يجي راح يجي السام ليش لان اي يعني 3 مين جاي من هذا السام السام ايش واحد زين هذا من راح يتشفت الواحد راح ينزل هنا الصفر راح ينزل هنا هذا الواحد راح ينزل هنا هنا مكان البي نوت منو راح يجي راح يجي شنو الواحد هذا الواحد نفسه زين السي ايش قد راح تكون ولو هنا بعد ما نحتاج هنا سي راح يطلع قيمته واحد لان كيري عندي واحد زين ها هي خلص الجمع ليش خلص الجمع لان هسه رجعت نفس الحاله مال بي اروح على البي واحد واحد صفر واحد رجعت واحد واحد صفر واحد يعني باعتبار شفتتهم هذا اجى هنا هذا اجى هنا هذا اجى هنا هذا اجى هنا وهذا راح يجي بعدين هذا اجى هنا هذا اجى هنا هذا اجى هنا وهذا راح يجي هذا اجى هنا هذا اجى هنا هذا اجى هنا بعدين هذا راح يجي وبالحاله الاخيره هذا يجي هنا وهذا يجي هنا وهذا يجي هنا بعدين راح هيك زين الناتج مالتي هو هذا وما طول طلع لي كاري هنا السي ما طول واحد اذا الكاري راح يطلع لي واحد ما طول عندي هنا أنا كاري واحد فراح يصير هذا الكاري يجي هنا وهاي الألف تنضاف اليه الناتج 24 لان هذا هو 11 باعتبار 10111 واحد وهذا واحد واحد صفر واحد وباعتبار ثلاثة لو تريد نتأكد انه نجمع واحد صفر واحد واحد ونجمع يو واحد واحد صفر واحد واحد زاد واحد صفر باليد واحد واحد زائد واحد, واحد. واحد, واحد, واحد. واحد, واحد صفر باليد واحد واحد زائد واحد صفر باليد واحد 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 صفر وواحد واحد وباليد واحد هذا الواحد راح ينزل واحد واحد صفر 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 واحد واحد صفر 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 هذا هو عملية الجمع اذا شو كنا نتوقف عن الجمع لما هنا نوصل الى حالة واحد واحد صفر واحد وصلت لنا واحد واحد صفر واحد وهذا الناتج ناخذه وإذا أكو كاري واحد نخليه هنا بصفة آه راهي هذا هو المثال إذا الفكرة إنه هذا وهذه ينجمعون يروحون ينجمعون ويا السي بالبداية اللي هو صفر السم راح يجي هنا مكان هذا وذول كلهم يتشف يتشفتون هذا لما راح يروحون هذول هم راح يتشفتون بس البي نوت راح يجي هنا مكان بي ثري هم يرجع يتشفت هيك ويجي يتشف ويجي زين واللي جمعوا ذول ثلاثة سي الكاري راح يطلع لي اذا واحد هذا واحد اذا الدي راح يصير واحد الكيو واحد اذا السي راح يكون واحد ونرجع العملية نفس الشيء لحد ما وصل نوصل للبي هذا نفسه يرجع الرقم نفسه بعد ما من نكمل ها هي فاذا ناخذ هذا الناتج النهائي وانتهى حل السؤال وهذا الرسم على هيك يكون ودعا. هذا الجزء الاخير من خلصة الريجستر خلصت الريجستر